يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول يا جبريل تضيع أمتي الصلاة، يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. قال يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل، فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله، أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟